مسيرة سياسية حافلة حققها ماكيسال بصمت خلال 12 عاما. مهندس الجيولوجيا البالغ من العمر 50 عاما راكم المناصب، فمن وزير للأشغال والطاقة في العام 2001 إلى رئيس للوزراء ثم رئيس للجمعية الوطنية، ليصبح اليوم رئيسا للبلاد. فهو تولى في العام 2007 إدارة حملة عبد الله واد للانتخابات الرئاسية. ماكي سال كان في ذلك الحين الرجل الثاني في الحزب الديمقراطي السنغالي، لكن حادثة ستؤثر على صعود نجمه حين تم استدعاء نجل الرئيس واد كريم أمام الجمعية الوطنية لاستجوابه في قضية وكالة وطنية مكلفة بتنفيذ أعمال تحضيرا للقمة الإسلامية في داكار، خطوة سيعاقب عليها الرئيس عبد الله واد رئيس وزرائه، حيث أرغم سال على الاستقالة من منصبه في البرلمان ومن كافة المناصب التي كان يشغلها كنائب وعمدة في العام 2008. لكن ذلك لن يقضي على عزم ماكي سال مواصلة مسيرته السياسية، فأسس حزبا سياسيا وترشح للانتخابات الرئاسية ووصل الدورة الثانية بدعم المرشحين الآخرين، من بينهم المرشح الشعبي المغني يوسندور. وقضية كريم واد أضفت مصداقية على مسيرته كمقاوم جمهوري، التسمية التي يفضلها. نحن بحاجة للتغيير، الكل يعلم أنه في حال تخلي عبد الله واد عن السلطة فهو سينقلها إلى ابنه، وللحيلولة دون ذلك علينا التصويت لماكي ما يمكننا من تغيير الأمور. لكن سال عرف كيف يدير حملته، فهو لم يقف عند التنديد بترشح واد، فعشية الانتخابات وضع حل قضية كازامونس العالقة منذ 30 عاما في قائمة أولوياته. في حال تم انتخابي رئيسا للجمهورية ألتزم ببذل قصارى جهدي من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وخلق ظروف ملائمة لإرسال سلام دائم، وسنعمل على ذلك من خلال مشاورة وطنية بين الأطراف والمقاتلين من حركة القوى الديمقراطية وكافة الفاعلين المنخرطين في هذا السياق ودول الجوار غامبيا وغينيا بيساو. Tous les acteurs en fait impliqués dans ce processus et les pays du voisinage, la Gambie, la Guinée-Bissau.